إن شاء الله من رئيس الجمهورية الذي سوف تفرزه الانتخابات هو مواصلة الإصلاحات التي يعني بدأت فيها الجزائر الجديدة من أجل بناء قوة اقتصادية، قوة سياسية، قوة إقليمية. أن يصون الأمانة، فالجزائر أمانة في عنقه، يحافظ على استقرارها وأمنها وأمن المواطن. ننتظر منه أن يكون وفيا بما يقوله في الحملة الانتخابية، أن يكون وفيا بتطبيق البرنامج، وربي يعاونه إن شاء الله. نطلب من الرئيس يسقم البلاد ويلقى خدمة لوليداتنا، راهم قاعدين قا هكاك بلا خدمة، ونتمنى إن شاء الله كل شيء يتصلح والأمور تصلح والبلاد تصلح. أنا أول مرة خرج كارت فوت، إن شاء الله يكون اختيارنا صحيح، إن شاء الله نطلب من الرئيس يسقمنا البلاد ويسقمنا الحالة وتسهلنا الأمور، تسهلنا في الخدمة، إن شاء الله نلقاو خدمة، أنا نخدموا هنايا، نحوسهم يعاونونا، دعمنا الدولة باش نخدموا على رواحنا، إن شاء الله تسقم البلاد يكون اختيارنا الصحيح إن شاء الله. إحنا كمواطنين الأسعار هذه راهي ضرتنا ياسر، يعني نحوسوا معناها يشوفوا المواطن هذايا وشوفوا حالة الناس هالبطالة هذه وراها رايحين بها. يعني وهل راه هدا امور يتطلبها المواطن. نتمناو من الرئيس القادم انه يواصل الاصلاحات اللي جسدها رئيس الجمهوريه في رفع القدره الشرائيه للمواطن، رفع الاجور، النظر للطبقه الهشه للمواطنين، ومن الجانب الاقتصادي ثاني فتح المجال الاستثمار للشباب، تسهيلات فتح التوظيف للشباب ثاني، بإنشاء مؤسسات ناشئة.